بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأنا هي خدي أم جهشتين إيج ببشكش كرنا خلق كاديج برنامج تفسير سورة الحجرات. الفي درسي أجر خدي حسكتن أمي آياتا شاردي بيجين تفسير آياتا شاردي. رب العالمين بيجة في سورة دا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. طبعا في سورة دا رب العالمين بحسي صنفك مروفات كتن بيجن أعراب. أعراب يعني همي ملتايتين يعني كوشرات جاش عربات بجني أعراب أو نيتكو نهات باجيرة دا وباجير نديتين طبيعة باجيرة دفون نمرو في الصحراء الجين وطبيعة وانجي يعني هشكا يرقى نت قد جمين بن أوامر وقانين دا عصبية طبيعة أف طبيعة وارقرتي بجا أفاد هات ندف بغنبري صلاة قدسار من دا كجفانا دا بجن دا تشتا بجن جلا جرا مخالفة عهديت كير جلا جرا عهديت خاش كاندن جلا جرا سرفة تشتكي تقول بشت بنفة تشتكي دي تريبي جرب العالمين بيشتن قالت الأعراب أعراب هميك شو قلت قلت آمنا يا رسول الله عند بيج دا بيغمبر خدي ما إمام تهيا ما إيمان بفهيا أفا تبيهاتي رب العالمين تزاني دليوانا تشتكي دي تريبي دا بيجتن رب العالمين بيجت بيغنبري قل لم تؤمنوا بجوانا حقيقة نيواد ليوان بيجا رب العالمين زانتن كاتشد ليوان مروفادانا حقيقة وان بيجا بيجا وإيمان نينا يعني وإيناي بس كو حتى مرو بيجت أفا إيمانا ونينا ولكن قولوا أسلمنا بيجا وانا أمي التسليم بيجا هن بصرمان بين هن التسليم بين إيمان وإسلام يلا جيك جدانا إيمان كتشتا إيمان عقيدة بيرو باورن تنازل جينا اتكرني عرض عصمان وكت بيجن يعني بقلبن إنساني يعني إيمان برب العالمين هي أف إيمانها نالفت جياد جيه خوشن أو ناج أو ناشت بحر دي هشك بن معقولة بس أو هشك نابتن يعني إيمان تشتكى وتسلم بين إسلام تشتكى بيجا وانا ايمانا درست نشوى دليوه دا چونك ايمان عقيدة يا هاتي چاندني يا شوي دلي دا كس نشد جيبين الدري قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبك طبعا اسلام چيا معنى بيجا هنا هندك اوامرا تنفيذ كن بيجا الرجو وزكات وحج وانتشتك بس هش ايمانا بدرستا هي نشوى دليوه دا يعني يا ماي الفيري يعني بماها رب العالمين بحسي ايمانا يا سرفت كتن إسلام سرفة يا شكلي ويا يا شكلي أبايا يعني بسرفة نفيج الرجي وزكاة وحج أف تشتيت آخفتن الدافي قلت بن أبايا إسلام أما إسلام حقيقي يعني يا درست إيمان أبا كو أبا همي شوي در كفن أبد ليدا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بيجي وإيمان نينا بس بيجن أم التسليم إسلاماتي بريفات بين أبي أبا السربة يا ظاهري أما يا داخلي درس نبيا ونشوى الدلي ودا معناوهين أوامرة إسلامي بجهدكن يعني أبي آخفتني بشهدي أما الدلي و إيمان تدانينا بس الفيشن دي جي رب العالمين وساعة لم تؤمنوا دليل السرهندي كو هند إيمانات دلي وانا دهي هند إيمان الدليوانا ده هاي بس دار بزان كرب العالمين أو كم جد الدليوانا ده تزانت رب العالمين زانت كاش الدلي تدانا تبدرستاهي بصرمان نبيه تبدرستاهي نهاية إيمان ده تبدرستاهي نهاية إسلام ده هند تشتي الدفتة هاي انتو يفت شري حقيقة الرستية رب العالمين اختب ما في آخف تنتبيش تنبس بحسي أعرابنا همية يتبجل مروفة هميت آخفت جل بشرية هميت آخفت لازم تمروفة كالرصد به بيرو بوارتات مكم برب العالمين أما أو إيمانا صصت بتن سرفة بيجي والله هما أفا ما إسلام چيا أركانت إسلامي أفنان فيجا وروجيا وزكاة وحجا أزفان تشتات كمو أما
عمل دلی کو کاچ چ دلی دانه ایمانه کا راست درست تو چ اخفتن ابسر یا خود نه اخی اوا موضوع اكيد تريه منافقت هات ندف پیغمبر اسلام قد سربن نویجت کرن روجی دیرتن زکات دا چون جهادی تاتن حجی افتشت همیت کرن و منافق شبین ایمان دلی دا نبی معنوی ایمان درست ایمان درست اوش دلی در کفتن و افتشت دی گوی خواب دنی اما اوش سر و بوی مروف نابتن بسرمان از ما بیرو باورد گلکت مکمیت مزن مروفی هبین گل جافی گوی برا خواب دی ایکی نویجات کتن یعنی روجیات گرتن مرو وکی مازن کاویجا ما بر پرسا کی سیاسی آن زنگینه که آن رئیسه که هند تشت شکلی ثروت کتن بس اند اخفتنات بجت کفرات وانا اخفتنادا هدی بجتن یعنی من ایمان فلان تشتینینه فلان تشت ای باشه او خدایا گوتی پیغمبریا گوتی تا ایمان با او چی اسلام او تو بجی دی هند تشا والله افتشته نا کوت عاقل من اری وقتی نکت عاقل تا پات بسرمانه چیه بني اسلام او اولي بكفتن عقلي مروفي بكفتن قناعتي بمروفي شيكتن اما سرفتو نفيجي روجي افتشت وظاهر واشكرا فانا اسلام ورب العالمين بيشتن اعرابا قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا نبجن اميد بصرمان بين نبجن ما ايمانا ايناي ولكن قولوا اسلمنا بيجن ام هنده تشتت الشكلي سرفيت اسلامتي بجهدكين ولما يدخل ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم هش ايمان نها تبدرستاه دلي ودا بس احتمالا جفيغا بيبي وجبيتن چونكي لما افيد بيشتن هش شينبيا بس نمستحيل جفيغا بيبي وجبيتن معناه درجه هي درجه فكريه جاركادي اف ايمان بدرستاهي بيتن بس هش حقيقه تاوي درست نبيا جرب العالمين بيشتن از يعني خدي او تشتد دليوانا دابو ديارتي تو اشت كرات كتن بيشتت راس بنجل نفسها دروانا كن بيجن نمد بصرمان بين شنك رب العالمين شو تشتل دفي برزنابتن ورب العالمين يعني يديارة افجي وكي موقف منافقانا سرفت قتيان بصرمانين ونفيجو روجي وصفاء بصرمانا وقهداريا قرآن تكرو افتش الظاهر ديار بين ودليوانا جي مخالفة فيتي دابي برو واجی کچیه اوا سروت بجن برو واجی تشتکیدی تیر تدابی و رب العالمی اختید بجن ولما يدخل الایمان فی قلوبكم اوی معنوی احتمال دتن بجتن اها بچک ایمانا چوی دلی ودا بس هش یامایی هش تمام نبیه هش درست نبیه بخوا محاوله بکن بکوله بکن ایمانا درست بکن دلی خدا بجتن رب العالمی علامات بجت رب العالمینی في آياتي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم درجه الوانا نجرتا ومزجنيا داي وانا كو أهين تشين جفيقا في بيفا إيمان بينن ورب العالمين أو تشتي فشارتي دلي وانا دا قرآن بما بحسي وانا كر وبو بيغمبري قوت وديار كر أشكرا كر ولازم أفا صست وكي قلش آيات القرآن آياتك قرآن بيشتن يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا قلي خدان إيمانا ایمان بینن طبعا اول نبحث وکی وانانه نه نه مروفت مزبیت ید بسرمان و ید خدان ایمان رب العالمین گلوانت آخوت یا ایوها الذین آمنو آمینو گلی خدان باورا باوری بینن باشه که نه خدان باورن دو بوشی بشته گلی خدان باورا ای باشه پا دی ایمان کدی چی یعنی دو ایمان هنه نخیر یا اوی ایمان تا یا سست یا ولتنکه تو گهداری خودی درستاهی بکی تو عبد دنیا خودی بکی تو اوامر توی بجه بکی تو یا خودی بدین بر همیتشت برای که همیتشتی هیچی ولتنهاتی هلو وبکه ایمان درست اوه که عرض و عصمان اش جه خواب چن او جه خوانه چتن شرب العالمین ید بجد وانا یعنی رکال بر و فکریه هیچ نهاتنت اسلام دا هیچ و ایمان درستاهی نینا بس جفيقا في بيفجي احتمالهم بين هكرهين اتراز بن جل خده وتوبه بكن والخب زفرن واو تشتي السرفة وجديار هردوكا بكن ايك شد بتنهين ايمان بدس قبيخن بشتين رب العالمين شد بجتن بشتو وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا اجرهين إن فيري يعني هكرهين بيبكن وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئاً اگر هنگو قبدن خده و پیغمبری بی اف ایمانا سست اوا ضعیف الدلیو دا هن مزبید بکن هنگو قبدن خده و پیغمبری
لا يلتكم من أعمالكم شيئا. رب العالمين بشك يجيش عمل وكي مناكت يلتكم يعني ينقصكم نهما وشو قبيل ناكت نهما كيم جي ناكت عملت وهميدي يتصالح يدرس دي تمام بتن. ورب العالمين يعني يتبجت بشك تياهي ها رب العالمين بيشتن أبي بشي أم دي هيلين أبي بشي زيدك. لا يلتكم من أعمالكم شيئا يعني أفل فيري يلتكم يعني ينقصكم كيم ناكت رب العالمين ش عملوا إيمانك كانت كيم تهبت رب العالمين ديدتا حقيوه. إن الله غفور رحيم طبعا الفيري تسبيكي فضحة وانشو ما إيمانا أين يقول إن خير وإيمان نينا هم سرفة هندا تشتاي إسلامتي بيجن أبدا تري وإيمان نينا وهش يا ماي أفا فضحة وانشو أفا شرمزار بين رب العالمين يتنفس وانا داكا تشهي يدبيجتن بشتنج رب العالمين به في نكرن سرفة قصيري وكيما سيت وهاين درجها فكرية ورب العالمين جاء بصفة تتوينا إن الله غفور رحيم هندك خديا غفورة قلا قنهات غفرين رحيمة قلا برحمة غفورة شيء يعني أوا وكري أجر هن توبة بكين رب العالمين دي الوابورت دي قنهات وبيش كتن ورحيمة دي شلي كت إيمانك الدليوة دا هندك هن درجة وان مروفت يت إيمان دارو خدي متحتوان كريو أو وعدت رب العالمين يبو داين دنياي وأخرتي هنش دي جهن فانا خواه هكه وهكه وابفت درجه فكرية إن الله غفور رحيم يعني دوما هيك رب العالمين أملك بوفان مروفا شكر إذن أفابو مهمي أنا يا أو كسي إيمانة يا ضعيف يا صست إيمانة خقويك رب العالمين برحمة دي قلنا هيتا اللي بتبورة أو تشتتا كري برينوكا والرحيمة جدي الرحمة بتابتا دي أو رحمة بيغمبري بري صلافة خذ السربن دي بتابتا چنك صفاتي دائما رحمن ورحيمة الفيري يعني رب العالمين وكيف أخفتني بمدبجة إن الله غفور رحيم خذ قلك الغفورة وقلك الرحيمة أفان نشامدة رب العالمين دليوية بمفا دليوية بيمرو فيها أفي إيمانا ويسستو بست دليوية بي عبدي وأفي أفي بيسرو بر رب العالمين مش ما دمتو اعتراف بك واختتو اعتراف بقلناها خابك دلتا بورم أو إيك يا دويجي از دي تشتكي خلاطكي جدمتا رحيمة دي رحمي بتبم دي يعني تشتكيش او خلطيتك دي بتهيلم ودي زيدة جدمتا افاجي رب العالمين وكي جل جهد دي تريد رب العالمين بحسي فيشن دي كري الجهة كي رب العالمين بيشتن دي چلي كين خيروانا دي دتيد بيشتن دي عيالي وانجي افتكو ايمان ايناي دي خيرا عيالي وانجي بو ايتن دي عيالي وانجي انسان ركا هدايتي أو تشتوانج بدسخة إخستي دي رب العالمين دتوانجي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أو كسي إيمان بخدي بينتن أو دي والوانكي ذريتا وانجي إيمان بينن أجر وانجي بفتن أو جي بركتك وخيرك دي بوانجي چيبت بو يديجي چيبتن الحقنا بهم ذريتهم ودي ذريتا وانا كنيتا وانا عمل وانا همية يوي ذريتي دي بوانجي اتأوي دي كرني يتنفسيني وما ألتناهم من عملهم من شيء هم تشتكي شيء وانا كيم ناكين حقي زريتا وان دي جهتي وهنديوي دي يوي زريتا دي جهت وانجي يعني وان دو خيرت هين اكيا وانا اكيا زريتا وانا الفيري رب العالمين بشتن دوما هيك بشتن جيت بشتي وإن تطيعوا الله ورسوله الفيري وأف أخفتنا هكر هنجو هداري أخذيو بيغنبالي بكين معناوهين إيمان بينن وهين درستاهي ببن مروفت بصرمان ورب العالمين يتشد بجد بشت يعني هر وكي هكهين أفاخب هيلن هكهين أفاخب هيلن شوي درياتي دركفن بسرفة تشتكن ما إيمانا إيناي أو إيمان أو خب قد زانن وصد لوانا دانينا هكي رهما وندقوت هما دا يعني ندقوت ما إيمانا إيناي أم مؤمنين خلاص بس أفي تشتيد بجد معناوه متهمة متهمة أو تشترسنين يا رب العالمين بيشتن دراوة خب هيلن شولة خب هيلن وورن إيمانك درست بينن ورب العالمين ديش وقبيلكتن وشهندي دار كافن أفا دراوة ودرياتية إذن فيري في آيات رب العالمين أملك ما ظنبو مروفي قنهكار شدكتن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا أعرابا قلت ما إمام خده هيا رب العالمين قلت نخير
هين درس نبينا وإيماننا أو تشتد لي ونضى رب العالمين يقوتي ولكن قولوا أسلمنا بس بيجن ما أميد بصرمان بين ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهش إيمان نشود اللي ودا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إجر هنقول قبضنا خديو بيغنبري رب العالمين عمل واه يعني شوية جيكي مناكة عمل واه دي درزبة إن الله غفور رحيم رب العالمين غفورة ويرحيم جي يعني دي قلنا هتواج غفرينة ودي خلاتكي زيدة ترجي دي توسبب ويشان دي كوخوش في درياتي إنا يدري إذن فير رب العالمين أبا السحبة فانانا وأبا بحسي أعرابيانا أو أعرابت وقت بيغنبالي دا صلافة خذ السربن وأفو آياتابو بيغنبالي هاتي خاري ودار حقا وانا دا نوكي أم بيجن بابو ما بوشي ما فا تاريخ أبو ما تبيجتن نخير نمي ميجو أبو ما فات جرد هندك قوم هابينو هو صابينو هو تقوتنا رب العالمين آيات دار حقا وانا دا هات خاري يعني هما صحبتان شو علاقة مال جاليكنين نخير أفا بو ما يحتى رجع قيامتي قاعدك علماء ميت الصولي هاي مش تقل اعتباره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو أخفتنا هاتي قوتني أبا عامة حتى رجع قيامتي نخاصة بس در حقا هندك هذا هاتي راس در حقا هندك هذا هاتي بس أبا بهميانة مناسبك يعني تشتكي تشيبي وكي أسباب نزول دي آياتك در حقا إيكي دا إدخاري يا رب العالمين حكمك ديار كتن نبس أف حكمة بويبتنية نا أبا بو دنياي همية حتى رجع قيامتي بو مهميانة أو كسي أم هش شكد دلي مدى أم نت مزبيت أم سرفا تشتكد دلي تدا إيمان أخوة بهيلة بهيلة ويدراوي إيمان أخوة مزبيت بك إيمان أخوة قايم بك أو إيمان صصت بهيلة ورا إيمان مزبيت يا قايم يا عملكي يعني الدنيا وآخرة تبدأ سمرو بيت إيختن رب العالمين يقازي متكتن بشتهنك رب العالمين بشتهنك يلي أفت ما بحسي إيمان وكري إيمان وبسر وبره زانه خدان إيمان كيشكين ولم برا خب دنكا خدان إيمان كينا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما بحصرة ها بس أفانا بصرمان الدرست يخدان إيمان كيشكين إنما المؤمنون بخدان إيمان كينا ها أفانا صفاتتون الذين آمنوا بالله ورسوله أفت إيمان بخده وبيغنبرت إينن إيمانك مزبيت ثم بشتي إيمان بخده إيناي لم يرتابوا شو الشك نكتن دليوانا دا شو تشتضب شك نينن وصا تشتل بشاوت وان إيمان يا ظلالة وصافية وقف إيمانا كارتي كرن الجلوانات كتن اوانا بالدتن جياني چه كسيد بينتن بشت اوي تشتكي مازنه في ثم لم يرتابو چه شك دليوان داني اجبر چه ايمانك مزبيت يا دليدا باوريا بخده هاي آخفتنا خده هاي يا پیغمبری هاي صلافت خود السربن و اف مروفا محاضرة جندية رب العالمين بشت يا ربي كافجة تا چشمد فيت دا ازبوتا بكم كتا چشمد فيت في ايماني دا اسبروا بكم يعني من ورقرت أزي حاضرم ثم لم يرتابوا لبشتينجي تشيكن إيمانك مزبط وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله دي جهاد بمال خواه ونفس خواه ديكن دريكا خواه ديدا معناوي چتشتي واليك ركاوة جهاد بكن أو إيمان مزبط أجر إيمانة نيا مزبط بتن تشو تضحيات وقربانيات نادب إسلامي بوشي چكو تا إيمان بينينا وكي مروي باري بتشتكي نبتن دي چوار رابطن قربانيا بودتن بس افيد خدان ايمان افنا باوريا كمكميا هاي بخده و پیغمبره و صلافت خده سربن او قرباني و تضحيات الدن اتريكا خده دا مال خد مزيخن يعني روح خد گوري في دينتكن اولئك هم الصادقون افنا يتراست و يدرست اذن فيري افي رب العالمين وقت بحسي فانا كري كنت إيمانا وندرسته برا خبدن إيمانا درست أجر خدي حسكتن في آياتي أو الصفات بسرمانا عمدي خلاك أكادي تري في آياتي بيجين وحتى أكادي تري رب العالم جل مهم يابتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.